دكتور محمد، مصرف بحر البقر تاريخيا من المصارف سيئة السمعة، شاسعة المساحة، كثيرة الكميات المياه الموجودة فيها، ملوثة بشكل كبير جدا وملوثة للبيئة. أظن احنا بمصرف بحر البقر في هذه المحطة تم الانتهاء من هذه الأسطورة تقريبا يعني. صحيح، هو مصرف بحر البقر بيمتاز بأنه طويل المدى بتاعه، وفي نفس الوقت مجمع للمية اللي جاية من 4 محافظات، فبالتالي كمية المية اللي فيه كمية كبيرة جدا، وهي بتاخد الصرف الزراعي وبعض الصرف الصحي المعالج، فبالتالي هي كمية من المية بتصل بتتراوح ما بين 5 مليون إلى 8 مليون متر مكعب يوميا. المية دي كانت المفروض أنها بتلقى في بحيرة المنزلة، فكان لها أثر بيئي قوي على بحيرة المنزلة لأنها بتسبب تلوث لبحيرة المنزلة. كانت أحد أسباب موات هذه البحيرة. دي حقيقة، وكانت بتأثر لنا بطريقة مباشرة دايركت على الحياة البحرية داخل بحيرة المنزلة، فبالتالي الثروة السمكية بتاعتنا بدأت تتهدر بسبب هذه المشكلة. فكان يجب أن احنا نتخلص من هذه المياه أو من هذه المشكلة ونحسن استغلال هذه المياه. فكانت بصراحة يعني زي ما بيقولوا ضربة معلم، ان احنا نتخلص من المية دي بطريقة آمنة ونعالجها بحيث ان احنا نعيد استخدامها في أغراض تانية، وليكن مثلا مثل الزراعة زي ما تم. كان لازم اختيار هذا المكان تحديدا؟ اختيار المكان تم بكذا مرحلة، كان في أكتر من أماكن، كان في 3 أماكن مقترحة، ولكن للأسف كلها، لأن انت شايف مساحة المحطة كلها بتوصل لحوالي 650,000 متر مربع، فبالتالي مساحة كبيرة، فعشان نوفر هذه المساحة الكبيرة هنحتاج طبعا قطعة أرض كبيرة جدا. قطعة الأرض اللي كنا هنوفرها كان في 3 أماكن مقترحة، ولكن بدراسة هذه الأماكن وجدنا أن أفضل مكان هو المكان ده لبعد استراتيجي ولبعد بيئي، وفي نفس الوقت كان له أثر كمان في إنشاء المحطة وسرعة إنشاء المحطة. البعد الاستراتيجي أظن هو توصيل المية مباشرة لأراضي سيناء، وتوطين كمان، توطين المنطقة كمان، لأن كون إن احنا بنعمل محطة في المنطقة دي فبالتالي احنا بنوطن المنطقة بالسكان كمان. لما يكون في استثمار زراعي فيكون في بشر موجودين بالضبط، وفي نفس الوقت احنا شفنا الارهاب وقد ايه المنطقه دي عانت من الارهاب، لكن وجود اهالي ووجود منطقه حيويه بمشروعات حيويه اكيد بيكون له اثر على قتل الارهاب نهائيا. طب دكتور، هو كان لازم نصل لفكره افعل التفضيل، يعني هذه اكبر محطه من حيث المساحه، من حيث التنوع، من حيث الناتج اللي بيخرج منها، او من حيث استقبالها للمياه، فيعني احنا وصلنا فعلا لفكره افعل التفضيل في كل شيء، وهذا ما كان يجب ان نصل اليه بالفعل. بص، هي المحطه دي مرت اصلا بتحديات كبيره جدا عشان نوصل للافضل. الافضل في الكباستي بتاعت المحطه او انتاجيه المحطه. احنا النهارده على فكره واصلين لاكبر محطه في العالم، يعني احنا عاملين كده دلوقتي اكبر محطه في العالم مقارنه بالمحطات الاخرى. فبالتالي احنا افضل محطه في العالم ككباستي، ده رقم او كسعه تصميميه. النقطة الثانية، احنا افضل في فترة الانجاز. مشروع زي ده عشان يقام معروف عالميا ان هو بيحتاج من 3 إلى 5 سنوات، ده لو شغل 24 ساعة كمان. احنا عملناه في 18 شهر، قطعة ارض صحراوية وطبيعة التربة كانت فيها تحديات رهيبة جدا، ان احنا نعمل مشروع زي ده في 18 شهر، فده يعتبر افضل مشروع من ناحية الانجاز في فترة زمنية. الافضلية كمان في استخدام التكنولوجيات الموجودة فيه. استخدام التكنولوجيا، احنا استعملنا افضل تكنولوجي لمعالجة المية. المية اللي جاية لنا بالمناسبة، المية اللي جاية لنا هي متغيرة يوميا على مدار اليوم وعلى مدار الاسبوع وعلى مدار الشهر وعلى مدار السنة، فالنهاردة في تنوع كبير جدا فيها. متغيرة ازاي؟ متغيرة في الجودة بتاعتها، في الكواليتي بتاعت المية. بمعنى اصح ان المحتويات بتاعت المية اللي بنعالجها الفاليوز بتاعتها او القيمة بتاعتها بتتغير كل يوم، يعني مثلا بنلاقي البي او دي النهاردة له قيمة، بكرة له قيمة، بعده له قيمة، فعشان كده في تغير. فده كان تحدي بالنسبة لنا، إزاي نحافظ على أو نستعمل تكنولوجي، نختار تكنولوجي تكون أفضل تكنولوجي بحيث أنها تقدر تعالج لكل ده حتى مع المتغيرات بتاعتها.